حب المغامرة أو نقدر نقول الفضول الجنوني أحياناً بيخلي الأشخاص يجربوا حاجات خطيرة. طيب بالضبط هذا اللي حصل في روسيا. فخلال الأيام الماضية انتشرت صور على السوشيال ميديا لمواطنين وسياح بياخذوا سيلفي الموت على حافة بركان. طيب بالضبط زي ما سمعتوا الكل بيجري علشان ياخذ صورة مختلفة بعد ثوران أكبر بركان في روسيا. ويمكن اللي شد الناس أكثر لزيارة هذا موقع البركان هو أنه هذا أول ثوران له منذ حوالي 800 سنة. خلونا نشوف مقطع من الفيديوهات اللي انتشرت. أنا قلت لكم في البداية حب مغامرة، بس فعليا هذا جنان رسمي صراحة. ماني لاقيا له أي يعني، لا لا ما حد يحاول يقنعني لا مغامرة وما مغامرة ولا شهادة، كله هذا جنان. وعلى فكرة الحكومة الروسية بتأيدني في هذا الموضوع، لأنه بعض المقاطع اللي شفناها هذه صار في حالة قلق عند السلطات المحلية اللي نشرت عبر وزارة الطوارئ الروسية تحذير رسمي من تسلق البركان، خاصة إذا شافوها السياح على السوشيال ميديا وتحمسوا هم كمان يجربوها عدول جماعة محبين المغامرة. وقال البيان كمان بأنه ثوران البركان ظاهرة خطيرة ليس فقط بسبب تدفق الحمم البركانية، لكن كمان في انفجارات شديدة ممكن إنها تصير. وكمان وجهت شركات السياحة إنه ما يأخذوا السياح للأماكن الخطيرة هذه ولا يعملوا جولات بالهليكوبتر فوق فوهة البركان.